يا نبع الحنان يا طر حلم كان الغلا باقي زمان وانت اغلى من العيون ايه مشتاق لغلاك والغلا قلبي عطاك ايه يما من سواك ولا ابد غيرك يمون شوفتك تسوى كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واصلي واسلم على اشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أحبة الفضلة، نعلم أن من العبادات مثل الصلاة والصيام والحج كلها أعمال فيها حركات، لكن مع كل حركة لابد أن يكون المغزى والحكمة النهائية أن يستفيد هذا القلب من هذه الحركات الظاهرة ويتغير. فموضوعنا في هالحلقة وفي هالدقائق البسيطة موضوع هز كثير من الناس، بل والله طرح أكثر خلق الله عز وجل اليوم على الأسرة البيضاء، بل والله أدى بأناس إلى المقابر لما اهتزت قلوبهم واضطربت أفئدتهم والنفسيات تعبانة وامتلأت الآن العيادات النفسية والحبوب وكل هذا لأجل أن قضية القلب هذا مطمئن. كيف يطمئن؟ ما معنى التوكل؟ قل لي تصدق أعرف كيف أتصدق، لكن قل لي كيف أتوكل؟ حبيبي الغالي، بمثال بسيط وبالمثال يتضح المقال، لو أني الآن أنا واقف معي 40 شخص كل واحد منهم معه رشاش وقد امتلأ بالرصاص، ورجل هناك خلف الكاميرا يهددني بسكين، هل تظن أني أنا أخاف أو أقطع البرنامج لأني خايف من السكين اللي معي؟ لا والله. تقول لي ليش؟ أنت ما تأثرت وظاهر عليك أنك ما لست أصلا مهتم بالقضية. أقول لك لأني ما أهتم به، هو معه سكين، متى ما اقترب أنا عندي 40 واحد معهم رشاشات بطلقة واحدة ينهون قضيته. سبحان الله. طيب كيف لو كان نفس المثال هذا والأربعين معي برشاشاتهم والرجل يهدد وتشوفني نقول عفوا يا إخوان بأقطع البرنامج وبأطالع وخايف؟ تقول هذا عنده مشكلة، إما أنه لا يؤمن بوجود هؤلاء أو أنه يشك في قدراتهم ورشاشاتهم. تلقاك تسألني ليش أنت خايف؟ أقول والله أنا ما خفت، هذا اللي معي، لكن شفت اللي بعد لكن تحذف، اللي قبل لكن تحذف إذا قلت لكن. إذن عندنا قضية في توكلنا على الله عز وجل، نقول متوكلين على الله سبحانه وتعالى، بس لما يجي قضية فيها ابتلاء في الرزق واحد يهدد بسكين ولا يهدد بفصل ولا بطرد من دوام، تقول طيب القلب ينتفض ونفقد النوم وأرق، لأن ما في توكل عن أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. يقول جل جلاله سبحانه وتعالى: وفي السماء إيش رزقكم. إذن لا تنظر أن أحد سيقطع رزقك من أهل الأرض، طلعها فوق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. والله لو انتهت الصورة هنا لكفى، أن ما نقطع الأسباب البشرية ما عاد والله ما أحد يقطع رزق إلا الله عز وجل. شوفوا ايش قال بعدها، انظر الآية اللي بعدها، قال: فورب السماء والأرض إنه لحق سبحانه مثل ما أنكم تنطقون سبحانه. الأعرابي لما سمع الآية ذي بكى، قال: أغضبوه حتى أقسم. الله إذا قال كلام ما يحتاج يقسم، نصدقه بدون ما يقسم، فكيف إذا أقسم جل جلاله؟ إذن القضية يا جماعة، اليوم نسمع أناس يقول لك والله فلان بيقطع رزقي. والله لو أن هذه العقيدة في قلبك، إذن هذا يصلح رب مع رب العالمين تعالى ربي علوا كبيرا. إذا أنت عقيدتك في قلبك أن أحد يقدر يقطع رزق الله يريد أن يعطيك إياه وما قدر الله يعطيك إياه لأن فلان وقف في طريقه، فإذا والله عندك مشكلة عظيمة من الشرك، عندك مشكلة عظيمة من الشرك. قال سبحانه جل جلاله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما يخفى عن شيء سبحانه. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لنا مثلا لو قلته لجبل لخر مستكينا لهذا الخبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم، شوف يقصدني أنا وفلان اللي عندنا وظائف وعندنا مشاريع وعندنا أبواب الرزق وعندنا شهادات وعندنا، يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. طيب احنا كلنا لاحق علينا شيطان نحسب لنا ونظن أنه متوكلين على الله حق توكله. قال: لرزقكم. يقول والله لو تحقق عندك التوكل لرزقك مثل ما يرزق الطير